السلام عليكم، تحياتي للمملكة السعودية العربية، تحياتي لكم. بس أنا اليوم آسفة كتير كتير كتير، عندي سؤال. إحنا الإثيوبيون الحبشيين مظلومين في المملكة السعودية العربية، إحنا ما سوينا جرامة، احنا جينا من بلدنا بس عشان نشتغل، ناخد نترزق، مو عشان نسرق، مو عشان نقتل. احنا طيبين جدا وناكل من نصيبنا، بس ناكل نشرب نشتغل نتعب بالعرق. بس انتم ليش تظلمونا؟ ليش تدخلونا في سجن؟ ليش تعذبونا؟ احنا ندفنا بلدكم، ندفنا بيوتكم، ما سوينا حاجة جرامة. اتقوا الله فينا، انتم مسلمين، بلدكم بلد المسلم، بلدكم بلد رسول صلى الله عليه وسلم. احنا الاثيوبيون زمان، احنا الحبشيين، تعرفون ايش غصة؟ الغصة تعلمكم الحادث القرآن. المظلومين من عندكم جاءوا للحبشة، واحنا اهتمينا عليهم وقاعدين اللي يبغون على كيفهم، وبعدين رجعوا لبلدهم بالأمانة. ليش احنا كمان؟ ترى الدنيا دوارة، الحين الدنيا دارت والحياة طاحت علينا، واحنا طلعنا بلدنا في الحرب، وانتم كمان تعذبونا. اتقوا الله علينا، لا تعذبونا، لا تعذبونا اللي في السجن. ليش تسجنهم؟ دخلهم في البلد، سافرهم في البلد لو سمحت، رحمهم عشان الله يرحمكم. اتقوا الله فينا، اتقوا الله. واحدة مرأة دوبها أولادها، دوبها أولادها لا أسبوع أسبوعين 5 أيام، مرأة دوبها أولادها تستنونها لين يطلع البزرة من بطنها تاخدونها للسجن. هي إيش سوت جرامة؟ ولا قتلت ولا سبت؟ بعدين إحنا كلنا إنسان، رجال وولد من بطن أمه، وإحنا جينا من التراب نرجع للتراب. وربي علمنا، هذا سعودي عربيا بلد مكة، مكة المكرمة اللي يتمنونها في كل البلد، كل العالم يتمنونها، بلد مدينة المنورة. طيب كيف تعذبون المساكين؟ كلنا إنسان، ترى كلنا آدمي، احنا جينا من التراب نرجع للتراب. هذه كلمة أول. كلمة ثانية، لما أحد يموت ايش نقول؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. كلنا نموت نرجع ليه؟ نرجع عند الله لما يسألنا سؤال ايش نرد له؟ الله قال أمانة، لا تعذبون المساكين، اتقوا الله فينا، رحمون المساكين عشان الله يرحمكم، رحمون المساكين الإثيوبيون الحبشيين عشان الله يرحمكم. الإثيوبيين اللي في السجن، اللي يتعذبون يجوون، اللي قاعدين بدون نوم ينامون في السيراميك، ما عندهم أرض، حتى ما عندهم مفرش يتلعفون فيه، يتلعفون أكياس حق الزبالة. بدل ما ندفنا بيوتكم، بدل ما ندفنا بلدكم، انتم شفتونا زي الزبالة، دخلتهم في الزبالة، في الأكياس الزبالة. حرام، والله حرام. هذا كله في الدنيا الأخيرة يتحسب، كل شيء يتحسب. فاتقوا الله علينا، رجعون المساكين كلهم، سافرهم في بلدهم. ما نعرف ايش يصير بعدين، ما نعرف، كلنا حلق ربي، ربي حلقنا.
بس ننتبه على المساكين، ننتبه، انتبهوا علينا. أنتم بطرانين عندكم كل شيء، تقدرون مثلا نملة، نملة لو واحد جاء دعسها ما تقدر تسوي شيء عشان ما عندها قوي، قويها كلها ربيها لها كذا. فإحنا لو صرنا مساكن اليوم بكرة ما نعرف إيش يجينا، ممكن نتغير. ترى بلدنا فخورة، بلد إثيوبيا فخورة، والله إحنا فخورين، نحب بلدنا، نحب بلدنا الإثيوبيا، نحبها بلدنا الحمد لله والشكر. بس الحين مو وقته، إن شاء الله في يوم من الأيام يجي وقت حقتنا احنا كمان نتغير، يصير كل شيء عندنا إن شاء الله. بس احنا ما نقبل المساكين أبدا. شوف ما حد يقول لهم شيء، مبسوطين. أي واحد يجي من برا في بلد إثيوبيا الحبشية يعيش هو مبسوط، ما حد يقول له شيء، ما حد يتحكم عليه إلا ما سوى جرامة. أما إحنا نخرج من بلدنا عشان ندور رزقنا ونترزق ونغير حياتنا، في سعودية عربية تعذبنا كتير، تعذبوا في سجن، دخلوا في السجن بدون جرامة، ما سووا حاجة جرامة، ولا قتلوا ولا سبوا ولا ضربوا ولا سرقوا، مرعى دوبها أولادها مسكينة ما عندها ملابس، تنام في السيراميك، ما عندها تتلحف في بطانية. هذا مو شغلة عدمية، والله مو شغلة عدمية، هذا اتقوا الله علينا.